يقول لك في واحد راكب على شجرة. سيد سيد اكو ياكل في مالك ما ياكل فيها ذاك سيد بياكل في المقلة مالك. اسمع اسمع البقلة هلا اسمع اسمع لغز ابو حميد اسمع اسمع لغز شو اسمه لغز حق ابو حسين يلا نسمع نسمع. واحد راكب شجرة وقاعد على الغصن والياخي رياك انت. واحد راكب شجرة ابو جميل قاعد على الغصن ولابس بدلة. ليش؟ ها؟ ليش؟ لابس بدلة؟ راكب شجرة. هذه بروح نكتب. ايه ليش يا ابو جميل؟ ليش؟ لان البدلة كانت شايلنها ايه ما شلون يعني مو لابسينها. انت عد لنا السؤال اول شيء شنو السؤال؟ حرام عليكم الحين خلاص الوقت وش ابو حسين؟ السؤال شنو السؤال؟ انا ما توجهت للسؤال لانه صارت مداخلات. واحد راكب شجرة قاعد على الغصن ولابس بدلة ليش؟ سمعت لابس بدلة لابس بدلة لا؟ ايه ليش؟ عشان يكون ثمرة. ايوه لا. في محاولة جادة هنا ثمرة يانعة. ها محاولة لطيفة لا بأس بها. ابو جعفر لابس بدلة مو شذي؟ ايه قول. ها لأن ذات الصوب كانت شو اسمه خطيبته قاعدة. احسنت. قال لها انا بركب على الشجرة على الغصن. اها صورين الصورة لأن انا شارد عن الأسد. بعد مقبولة. ويش سيد عندك؟ ادلو بدلوك سيد لان هي لابس الوزار بتبين بعد يعني. اي ممكن ممكن. وابو جميل نرجع لك الحين. وش وانا انا قاعد اغازل ببين عليه لا لانه مدير فرع. شوف شوف حلوه هذه مصريه هندي قالوا لي شوف بنعطيك